صافرة الإنذار تدوي في سائلة صنعاء، تفاصيل عاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء صافرة الإنذار المبكر في سائلة صنعاء، وأطلقت نداءة تحذيرية عبر مكبرات الصوت على امتداد السائلة لأخذ الحيطة والحذر والخروج منها. وحذرت المصلحة في بيان عاجل لها من دخول المركبات إلى السائلة نتيجة هطول الأمطار المصحوبة بالرياح في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها، وكما حذرت من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطورة على الحياة. ودعت مصلحة الدفاع المدني سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية،